لقاء اخر يقام في نفس التوقيت على قنوات اون تايم سبورتس 2، لقاء بيراميدز والداخليه، واللي هيكون فيه ايضا متواجد الزميل العزيز احمد عبد الملك، وتنتقل اليه الكلمه الان. تفضل يا احمد. مرحبا بك الزميل العزيز محمد غانم، ورحب بنجوم التحليل الكرام الكبار دخصوا، ورحب بكل مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، من هنا من استاد الدفاع الجو، ولقاء نادي بيراميدز ونادي الداخليه. يمكن فريق نادي بيراميدز هو اول من وصل ملعب المباراه في تمام الساعة السابعة، ثم تبعه في الوصول نادي الداخلية. لو اتكلمنا عن فريق نادي بيراميدز فكان في إشادة من الجهاز الفني وثناء على أداء اللاعبين وعلى النتيجة في اللقاء الأخير أمام نادي الجيش. يمكن مستر كورنسلاف يوروتيتش حرص في خلال مران الأمس على التأكيد على ضرورة ختام الدوري بشكل جيد والفوز اليوم بالثلاث نقاط. يمكن أيضا حرص الجهاز الفني النادي بيراميدز على عملية وسياسة تدوير اللاعبين. يمكن النهاردة يغيب أكثر من 11 لاعب نظرا لضغط المباريات وتلاحم الموسم. يعني فريق نادي بيراميدز عنده لقاء في أولى مشاركاته الأفريقية أو لقاء أفريقي أو أول يوم الأحد القادم، ثم يتبعه لقاء يوم 21 مع في كأس مصر، ثم يعود يوم 24 في عودة البطولة الأفريقية. يمكن ده عمل ضغط على الجهاز الفني، عشان كده في سياسة التدوير النهارده فيغيب أكتر من 11 لاعب. على الجانب الآخر فريق نادي الداخلية فحرص الكابتن عيد مارزي عقب اللقاء الأخير أمام نادي طلائع الجيش على عطاء اللاعبين راحة لمدة يومين، ثم استعد لقاء اليوم بأداء لقاءين وديون انتهوا بالتعادل الإيجابي. يغيب النهاردة عن نادي الداخلية في لقاء اليوم كل من معاذ الحناوي ومحمد مجدي. كابتن عيد مرزي كان معايا قبل اللقاء وأكد أن اللقاء ده هيكون استعدادا لبداية الموسم الجديد، وهو بيدفع به بعض من عناصر الشابة تكون تفيد في الموسم الجديد في القسم الثاني. يمكن حكم لقاء اليوم هي شاهندة المغرب، هي أول من وصل ملعب المباراه، فوصولها نزل اطمئنان على حاله الملعب وحاله المرميين. الزميل العزيز محمد غانم، دي كانت كل الاجواء والكواليس من هنا من استاد الدفاع الجوي. تعود الكلمه اليك، تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميل العزيز احمد عبد الملك، وايضا شكر موصول للزملاء الاعزاء مجد الشربيني ومحمد طه. عرفنا منهم كل التفاصيل الخاصه باللقاءين اللي هيبداوا في نفس التوقيت في تمام الساعه 9 مساء، سواء لقاء بيراميدز والداخليه واللي يمكنكم متابعته على اون تايم سبورتس 2، او هذا اللقاء في هذا الاستوديو التحليلي ام بي والنادي الاهلي.